أمل هي شخصية مثل أي شخصية نسائية مناضلة، بترفض الظلم، بترفض الفساد. صحيح تلعب معي، بدفنك بأرضك. دخلت على السجن مثل كثير من النساء اللي فاتوا عند النظام السوري. أكيد أمولتي ست الحسن والدلال ما بتستنى. ثورة أثرت على حياتها كثير لأنه هي فقدت أشخاص كثير بتعزهم. رغم كل تجربة الاعتقال اللي مرقت فيها، لسه عندها مشروعها لحتى توحد السوريين ولحتى ترجع تعيد بناء البلد اللي هو مدمر مثل ما هي كانت مدمرة من جوا. عندي إيمان وبالتالي عندي أمل. أمل!